بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أعرض أسئلتكم على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في هذه الليلة، ليلة 16 من شهر صفر من عام 1423 من الهجرة. صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: إذا سألني إنسان وقال: ما مذهبك؟ هل يكفي أن أقول أني من أهل السنة والجماعة وعلى معتقدهم، أم يجب أن أقول بأني سلفي لأن أهل السنة والجماعة ينتبه إليها الأشعري والماتريدي وغيرهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا سألك سائل ما مذهبك فإنك تجيبه، لأن مذهبك في العقيدة والتوحيد مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والأئمة الأربعة ومن سار على منهجهم. وأما في الفقه فتذكر له المذهب الذي أنت عليه من المذاهب الأربعة، مذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، وتقول له: إنني أتبع ما ترجح بالدليل، أتبع ما ترجح لدي بالدليل من هذا المذهب، ولا آخذ المذهب قضية مسلمة ما دام عندك استعداد للترجيح ومعرفة الدليل. فتبين له هذا، لأن تقول: مذهبي في العقيدة ما كان عليه سلف الأمة، ومذهبي في الفقه ما أحد المذاهب الأربعة، ولكن من غير تقليد أعمى، بل آخذ ما ترجح بالدليل.